إذا كان لديك الشجاعة والجرأة الكافية لمواجهة الأشباح أو حتى رؤيتها من بعيد، فانضم إلينا اليوم في جولتنا المثيرة بين أكثر 10 أماكن مرعبة يمكنك زيارتها حول العالم. فقط احبس أنفاسك وتمالك أعصابك واتخذ قرارك بزيارة أحد تلك الأماكن خلال رحلتك المقبلة. إليك بعض هذه الأماكن: غابة أوكيغاهارا جبل فوجي اليابان. هذه الغابة أيضا تعرف باسم غابة الانتحار في شمال غرب جبل فوجي في اليابان، وهي المكان الأكثر شعبية للانتحار في العالم بعد جسر البوابة الذهبية، فما يقرب من 100 شخص سنويا يتجهون إلى هذه الغابة ولكنهم لا يعودون منها أبدا، حتى إنك إذا سرت بين أشجارها الشاهقة والتي تترك في النفس الرهبة ستشاهد الجماجم البشرية والعظام المتناثرة وكأنك أحد أبطال أفلام الرعب المخيفة. فهل تجرؤ على زيارتها بمفردك يوما ما؟ مقبرة الاتحاد، ولاية كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المقبرة في إستون كونيتيكت ليست المقبرة الأكثر رعبا في ولاية كونيتيكت فقط، بل يعتبرها العديد من الأشخاص أنها المقبرة الأكثر خوفا ورعبا في الولايات المتحدة. وإن كنت تقوى على المواجهة فهناك شبح يظهر هناك لسيدة ترتدي ثوبا أبيض، وهو الأكثر ظهورا بين الأشباح الآخرين، وقد تمكن الكثير من المصورين التقاط بعض الصور لها، فغالبا ما تظهر في الطريق العام. فقد ظهرت لرجل إطفاء عام 1993 كما رأى مزارع يمر بالقرب من المقبرة سيدة ترتدي قبعة من القش تجلس بجانبه في السيارة، ولهذا يتم تأمين المقبرة من قبل الشرطة في الليل. قاعة راينهام نورفولك إنجلترا. توجد هذه القاعة في منزل ريفي في نورفولك إنجلترا وتعود إلى 300 سنة مضت، وقد اشتهرت القاعة بكونها المكان الأكثر رعبا على مر العصور، نظرا لأنه في عام 1936 التقط أحد المصورين صورة للغرفة ظهرت فيها شبح السيدة راينهام التي كانت تسكن الغرفة بأمر زوجها الذي منعها من الخروج حتى توفيت بها، حتى ظهر شبحها وهي تنزل من الدرج. المستشفى العسكري المهجورة، مستشفى بيليتز هيلستاتين في ألمانيا. هذه الصورة المخيفة هي جزء من مجمع مستشفى بيليتز هيلستاتين بألمانيا، والتي تم بنائها في نهاية عام 1800، والتي تشتهر بمشاهدها المخيفة وجدرانها التي تغطيها ملامح الرعب، حتى أنك ستحبس أنفاسك بمجرد المرور عبر الأدوات الموجودة بها. وهي المكان الذي تلقى فيه أدولف هتلر علاجه بعد أن جرح ساقه في معركة السوم في عام 1916، وقد ظلت المستشفى تحت الحكم العسكري للاتحاد السوفيتي حتى عام 1995. سراديب الموت في باريس. تخيل نفسك داخل أحد الصناديق الكبيرة المليئة بعظام الموتى. هذا ما يمكن أن يتحقق عند زيارتك لسراديب الموت في باريس، وهي مقبرة لنحو 6 ملايين من الجثث تم جمعها في هذا المكان في عام 1787. فهناك ستشاهد الهياكل العظمية محفورة بين الجدران حولك في كل مكان. وفي الحقيقة إن كنت من أصحاب القلوب الضعيفة فلا ننصحك بزيارة هذا المكان التي تتكون جدرانه من عظام الموتى والجماجم البشرية. متحف تولسينغ كمبوديا. هذا المتحف عبارة عن مدرسة ثانوية قديمة، ولكنها تحولت فيما بعد إلى معتقل كبير سجن فيه ما يقرب من 1700 شخص، لم يتبقى منهم أحياء سوى 12 شخص فقط. ويقال إن أشباح هؤلاء القتلى تظهر بالمتحف في الليل، ولذلك فزيارة إلى هناك في النهار قد يكون أمر ممكن، ولكن اتخاذ هذا القرار خلال الليل فعليك بالتفكير أكثر من مرة. مقبرة هايجيت في لندن. شيدت هذه المقبرة ذات الطبيعة المخيفة في عام 1839، ولكنها أهملت فيما بعد حتى أنها تحولت إلى بقعة لا يزورها إلا الأشباح. فيؤكد الكثيرين أن المقبرة الآن تظهر فيها الأشباح المتجولة في كل وقت، بل ويسمعون أصداء صوتهم تتردد في المكان. وأشهر الأشباح التي ظهرت
كانت لرجل طويل القامة يرتدي معطفا طويلا وقبعة مع نظرة مرعبة، وغيره من الشخصيات المختلفة بعيون متوهجة تثير المخاوف. قلعة أدنبرا في اسكتلندا. عند زيارتك بعض الغرف في قلعة أدنبرا الشهيرة ستشعر بانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة مع الاستشعار بشخص يمر بجانبك. هذا ما أكد عليه الكثير من الزائرين الذين شاهدوا بأعينهم أشباح تتجول في القلعة، بعضها مقطوعة الرأس وبعضها الآخر للنساء وعمال كانوا يعملون في القلعة قديما، حتى صنفت أنها أحد أكثر أماكن مرعبة في العالم. وهنا انتهت الحلقة بأكثر الأماكن رعبا حول العالم، ولك عزيزي المستمع أن تزور تلك الأماكن وترى بنفسك. إذا أعجبتك الحلقة فلا تتردد في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.